لدي مشكلة وأنا أعاني من قصة الجيوب الأنفية الذي لي أكثر من 10 سنوات، وترددت على عدة دكاترة دا أخصائيين دا أنف وأذن وحنجرة، وللأسف الشديد لم نصل معهم إلى علاج نهائي، وبدأت تدريجيا للحضور للكهف يوم بعد يوم، وصلت لأربع جلسات وكان في تحسن كبير جدا، يعني تقدر تقول في 80% تقريبا وصلت لتحسن كبير جدا جدا جدا. حاليا نحاول بقدر الامكان نوصله بصفه شخصيه انا وشريكتي، ان نوصله المعلومه او نوصله العلاجات للاطباء للكادر الصحي، وحاولنا بقدر الامكان نوصله لعامه الشعب. دايرين اول مؤتمر على الوطن العربي باذن الله، شنو هو كهف الملح، شنو هو العلاج بالهالوثيربي او العلاج بالملح الجاف، ونتمنى ان تكون ليبيا اول دوله في الصداره، ان هي اول مؤتمر في الوطن العربي حيكون عندنا نحن، والجاي يجونا مدعوين من برا ان شاء الله.